مرحبا، في حلقة اليوم راح أوريكم الأشغال اليدوية اللي شفتها في معرض فن النسيج. يلا خلنا نبدأ. في البداية كنت مفكرة أن أصور قطعة قطعة وأتكلم عنها والتكنيك وشون الطريقة وهالأشياء، بس بعدين اكتشفت أنه ماكو وقت، يعني وايد راح يطول الفيديو، فما بغيت أن الفيديو يكون ممل، فقررت أني في البداية أختار قطع معينة أتكلم عنهم وبعدين أوريكم بشكل عام شنو شفت بالمعرض. المعرض عبارة عن قاعتين، قاعة فيها الأشغال اليدوية، كروشيه، نيتينج، تريكو، خياطة. في جزء حق اللي حاب يجرب بنفسه اللي هو اللوم، نسيج، وفي بعد شنو إبرة النفاش إذا حابين تجربون اللي هو بانش نيدل. حتى نحاطين ستاند كبير حق الواحد إذا حاب يجرب، وحاطين بعد هم طاولة محل حق اللي حاب يشتري أغراض مشغولات يدوية. في وايد أشياء مختلفة، كروشيه، تريكو، أعتقد بعد كان في خياطة. الحين راح أتكلم عن هذا الأرت بيس اللي هو مصباح. لما تشوفونه يعني تحسونه لوحة فنية، بعدين جيت أدقق عليه، هم مسوينه بالكروشيه وحلو، يعني مسوين كذي مثل دوائر، ما أدري إذا هم مخيطين يدويا أو مستخدمين جهاز، ما أدري، أتوقع مخيطين يدويا لأن ما أذكر في جهاز حق الكروشيه يكون شكله غالبا تريكو. المهم هذا هو التفاصيل شلون مطلعين كذي مثل حبل من المصباح. والشيء الثاني اللي أنا كان عندي شو ستوبر وايد وايد حلو ما شاء الله، اللي هو هذا الكمبل، وايد حلو، يعني التفاصيل على شكل الورود، اختيار الألوان وايد عجبني، حتى نوعية الخيط حسيت انها زينة ما شاء الله. شيخة شغلت وايد وايد حلو، وايد حلو عجبني. الحين انا بس راح اوريكم التفاصيل، شوفوا شلون. طبعا فيها اكثر من غرزة كروشيه، يعني مو غرزة واحدة، غرز مختلفة يخلي بهالشكل. والشيء الثاني بعد اللي شفته، انا شايفة هذا الكمبل باليوتيوب، قبل كان في توتوريال مسوينه، بس الحين يا ابو المعرض شفته بالصج، هم وايد حلو عجبني. هذا بعد وايد عجبني، هو بشت نسائي، وايد حلو، ذكريات اول افتح يا سمسم والتفاصيل، وايد وايد عجبني. هذا شكله من قدام وهذا هو من وراء افتح يا سمسم، وايد حلو ما شاء الله. وراح اوريكم بعد هذا الكبوس، هم عجبني كبوس اللي هو قبعه حق الاطفال، انا شايف الكتاب ماله وايد حلو. بالقاعة الثانية حاطين قسم خاص بالسدو وايد حلو، والباقي كله كويلتس. صراحة في وايد وايد أشياء حلوة، بس ما عندي وقت إني أتكلم على قطعة قطعة، الفيديو راح يصير ساعات وساعات. إذا كنتم مشاركين بالمعرض ومثلا ما تكلمت عن قطعتكم لا تزعلون، بس صدق ما يمدي ما شاء الله، كل الأشغال بالمعرض كانت حلوة. أنا الحين راح أخليكم مع الفيديوهات اللي صورتها بالمعرض. Thank you.
الشخص.